ازيكم، انا عمار الطاهر من سبيكرز. الحلقه دي ان شاء الله هنتعلم اسماء 15 دوله من اسماء الدول المعروفه. طبعا انت تكون عارف اسماء الدول بالانجلش دي مهمه، يعني احيانا الناس مثلا وهي بتتكلم عايز يقول مثلا ان انا عايز اسافر مثلا روسيا مثلا، ف I want to travel to روسيا، فهو مش عارف مثلا روسيا اللي هي روسيا، فهي اسماء الدول مهمة. فتعالوا نشوفها كده مع بعض. بصوا، اول دولة اللي هي البرازيل، لو عايز تقول برازيل هي بالانجلش اللي هي برازيل برازيل برازيل. طبعا الصين كلنا عارفينها اللي هي تشاينا تشاينا تشاينا. مصر اللي هي ايجيبت ايجيبت. عايز تقول بريطانيا اللي هي انجلاند انجلاند انجلاند. عايز تقول فرنسا هتقوم قايل فرانس فرانس. حاجة من الأصوات برضو اللي بتفرق قوي في الإنجليش إن أنت تكون عارف الـ R sound، إن الـ R مختلفة عن الـ R بتاعت العربي، فأنت بتحتاج تلف لسانك. هي بس الفكرة إن أنت يعني مش هنكشة ولا أنت بس، لا الفكرة كلها إن أنت لو عايز تساوند مور لايك نيتف، يعني عايز تساوند مور لايك أمريكان، عايز تبقى أجنبي أكتر، أنت نفسك محتاج إن أنت تستخدم الـ R sound. فـ France France. طبعا ألمانيا اللي هي Germany جيرماني. خلي بالنا بس الجي اللي في الاول مش بتتقال زي الجا، يعني مش بنقول جيرماني، لا في هيدن دي قبليها، يعني في دي كده مخفيه جيرماني جيرماني. عايز تقول بقى ايطاليا اللي هي ايطالي ايطالي. اليابان طبعا اللي هي جابان جابان جابان. برضو نفس الموضوع، ما تقولش جابان، يعني قول جابان، في هيدن دي قبليها جابان جابان. وطبعا البي ساوند دي من الحاجات اللي لازم تكون عارفها، البي برضه مختلفة عن البي. بصوا الأصوات دي دايما بيبقى عندنا فيها مشكلة، علشان احنا الأصوات دي مش موجودة عندنا في الحروف بتاعت العربي، فاحنا في العربي عندنا بي بس ما عندناش البي، فبنقول ايه؟ جابان جابان. طبعا المكسيك بقى اللي هي مكسيكو مكسيكو. بولندا هي دولة مش مشهورة قوي، بولند بولند. عايز تقول طبعا روسيا اللي احنا قلناها في الأول اللي هي روسيا روسيا روسيا. اسبانيا اللي هي سبين سبين. سويسرا اللي هي سويسرلاند سويسرلاند سويسرلاند. تركيا طبعا اللي هي تركي تركي تركي. طبعا امريكا بقى اللي هي اليو اس اي، او اختار اليو اس اي اللي هي The United States of America The United States of America. بس كده دول كانوا شويه اسماء دول كده مهمين جدا لازم تكون عارفينهم. بفكركم ان انت معرفتك للحاجات دي ده مجرد 20% النولج، او المعرفه دي هي مجرد 20% من اللانجوج، انما اللانجوج اهم حاجه فيها او ال 80% اللي فيها اللي هو البراكتنج، او ان انت تستخدم الحاجات دي وانت بتتكلم انجلش. ومهم ان انت كل يوم تكون في وقت انت بتتكلم فيه انجلش تبراكتس الانجلش عشان تطور ولسانك ياخد على الكلام. لو حابب برضو تقدر تسال عن الكورس اللي احنا بنعملها، كورس السوبر سبيكليش، كورس محادثه، وتقدر برضو تسال على الكورس البرايفت برايفت اللي هو انا والكونسول. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي اسئله في الانجلش تقدروا تسالوني، ان شاء الله هرد عليها يا اما هعمل عليها فيديو. شكرا لكم، باي باي.